ريو بوغي أبوان محمد إسماعيل باسر برخد عس بشر لباتين كده يكون بيرين خميسة وعن شارع هل كان يكون دو ريو كوبان أو كسا عبسان بوغا تاريخ نوريت كي محمد إسماعيل برخد عس تاريخ نوريت كي علي حسن آدم بنفس وبوغا قري منسوي كي فراغ بدنا وطني ياها ابرخل اس متكملة ايا وحوها هالكوليجي لما بيت القسيس كوها ايا قولي ايها وين قولي يمن قالين جنك هذه مودة امودة سي قولي صدن كي لبو كتبو قوت كاي عادي يقلو يعني قلح ذهني وقميسي وحنو سنه برخلاص حنو قاسان كل انت مركي تنبع كل صلاة بغني يلوي لحنكي مركاسو قميسي ايو نفتا ايو استعمارك ايو عاداتسك ايو حقرات ومد كواي ايو اصوري يعني انو وحنو نقبين لكن تي قلو يعني قلح ذهني يجري ay tahay gumeyska dalka jooga kaasu aha barkhadaas heese badan buu lahaa beriya waxaa waneyd ama aad loo qaadi jiray waxay ahaayeen helooyinka waa intaana heesaha noocyo badan leh aan soo bixin ba ahayd maxamed ismaaciil baasalce oo loo yaqaanay barkhadaas inta aanu dhiman ayaa loo jiray baraacas markii dambe lagu naanaysay barkhadaas waad aadii 1988-kii ku dhalatay meel waqooyiga laga beegan oo sheekhi u dhow buur al-muslimi yaakeeda barkhadaas waxay isku daahayeen markaa